صباح الخير يا باشمهندسين. النهارده في اللكشر بتاعتنا هنتكلم على اثنين معماريين مهمين جدا. اللكشر بتاعتنا بعنوان A Tale of Two Franks. الاثنين دول يا باشمهندسين اساطير من العماره الحديثه، فرانك فيرنس وفرانك رايت. هنتكلم عن مشاريعهم ونبذه عن حالهم. تحب نبتدي بمين؟ بفرانك يا دكتور. يا حبيبي الاثنين اسمهم فرانك، بس في واحد دارس عماره وفاهم وفي واحد ده ما درسش حاجه خالص. ايه ده؟ مين الجاهل ده؟ الجاهل ده يا ابني يبقى فرانك فيرنس. هو اكرم من طبقه متوسطه وما قدرش يتعلم تعليم جامعي، بس وصل بيه بزمانه ان هو بقى ذا هايست بيد اركيتكت. صوتك ده يا ام النبي. تعال يا ولد. ماشي يا ابا، فين الفطار؟ فين مفيش فطار. يعني ايه مفيش فطار؟ يعني ايه مفيش فطار؟ ماشي يا ام، متشكرين. ده بدل ما تدخلي عليا افطار زي ولاد الزواج كده. قوم يا ست شوف اي حاجه في التلاجة. هي بقى كده يعني يا ام؟ اه ماشي. الله يخرب بيت صوتك. ده كله يا ما شاء مش ده برضه مكتب جون فريسكر او جون فريسكر؟ مين فريسكر؟ فريسكر قصدك جون فريسكر؟ ايوه السؤال عن اللي هو ده. انا جاي اقدم الشغله ومارك ربنا بسمع شغله. وانت جاي تقدم شغلانه؟ اول مره بتعمل والله. مش عاجبك ولا ايه؟ ماني ماشي. هتمشي هناك عند الهولي تملى الابلكيشن وتدقني لو اتقبلت. الهولة اللي هناك دي؟ اسمها هولي. ماشي. أمين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا باشا؟ بقول له كويس؟ الحمد لله. دي شهادة حضرتك واقف منك؟ حاجة دارس عمارة؟ أيوة. الله العظيم. ما شاء الله، الله أكبر يا باشا. طب أنت عايز تشتغل في عمارة ليه كده؟ يعني عايز أعمل لايف ستايل يسعد الناس. ده كلام عظيم جدا. كلام عظيم أوي والله. يلا ربنا يبارك ويوفق الجميع ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. اهلا. ازي حضرتك؟ انت مين يا ابني؟ حضرتك انا اسمي فرانك فيرنس. واصحك الاول بس عشان بس ايه الكلام يبقى لطيف. يعني حضرتك انا يعني منى عنب معماري، تمام؟ وبالصلاه على النبي كده انا كنت واقف تحت مفتح وانا باكل كده انا موظف سندوتش فول، ببص كده لقيت اعلان عن المنظمه بتاع حضرتك. بس والله العظيم غير دراسه وغير حاجه ولا اي حاجه. ويعني اكيد حاجه كنت بتسني وحد ساعدك ويعني بركه الله. شو رايك تشتغل في المينا بتحمل بشيال بتاع كل ما هي كل شغلانه وليها لبسها وليها طريقتها.
وبرضه يعني حضرتك فاهم وقليل يعني ده. طب اللي انت ايه مشكلتك يا عمار اللي انت عايز تحلها ويعني جذبتك ايه حضرتك؟ يعني بص انا نفسي اصمم اللايف ستايل اللي الناس تعيش بيه. تمام. مش لما تشوف لايف ستايل نفسك الاول يبقى تشوف الناس يعني نفسي اتحكم في الناس يا باشا، نفسي اتحكم في الناس واصمم لهم سبيسز يعيشوا فيها واتحكم فيهم يا باشا من الاخر، وحاجه قريبه برضه. بس حاجه بس اصبر عليا واديني اي فرصه وانا حريف، والله العظيم حريف يا باشا، وهشتغل وهعزم نفسي. اديني بس اي فرصه كده اي حاجه و طيب يعني طب اللايف ستايل ده يعني يعني نوع من المباني اللي عايز تشتغل فيه؟ المكتب بيشتغل فيه هشتغل مع حد فيه. يعني سكنيه سكنيه طبعا، عايز اتحكم في السكنيه وفي الاداريه وفي كل حاجه. ليه ما نتحكمش في كل حاجه يا باشا؟ طيب ايه الستايلات اللي انت بتحبها يعني في الزمن؟ انا بحب شغل حاجه جدا والله، يعني شغل حاجه جدا انا بحبه والله الاثنين مع بعض. بالإضافة كان من المعماريين اللي بيخلطوا ما بين الديفرنت اركتكتشر ستايلز وبيزوروهم بشكل معماري متوسط. اول المباني اللي هنتكلم عليها النهارده هو مبنى السنتينيال ناشونال بانك. صحيح ان فرانك فيرنس قدر ان هو يصمم المبنى ده من خلال علاقاته. حلو موضوع العلاقات ده، علاقات بتجيب فلوس. بغض النظر عن موضوع العلاقات ده، هو احنا هنبص عليه بطريقه معماريه. المبنى ده هو من المباني التاريخيه في بنسلفانيا، وقدر فيه ان هو يحقق الانتجريشن ما بينه وما بين المباني اللي حواليه ويكون لاند مارك. غير ده كله المبنى ده هو اللي اعاد فيه احياء الجوثيك اركتكتشر. تاني مبنى هنتكلم عليه النهارده هو بنسلفانيا اكاديمي اوف فاين ارتس. المبنى ده فرانك فيرنس قدر ان هو يحقق فيه انتجريشن ما بين ثلاثه ديفرنت اركتكتشر ستايلز، سكند امباير والرينيسانس والجوثيك. مش بس كده، شايفين الانتجريشن اللي هو محققه؟ اظهرهم الثلاثه بشكل معماري متناسق. المعماري الثاني اللي هنتكلم عليه النهارده هو فرانك لويد رايت، اللي بيقولوا عليه ان هو اللي ادخل على الفلسفه المعماريه مصطلح اورجانيك ارتكتشر. نقدر نقول ان حياته كانت ذا كومبليت اوبس من حياه فيرنس، يعني هو طلع على يتعلم على الجميل. يلا يا فرانك عشان تفطر معانا. معلش يا جوجو، لازم امشي عشان ما اتاخرش. هنا يا باشمهندسين عندنا التراست ستراكشر سيستم. هنبدا ان احنا هنجيب الزيرو ممبرز اول حاجه، اللي هي هتبقى ديت وديت عشان هي ما فيش اي اكسترنال لود او ثيرد جوينت. هنبدا ان احنا هنبدا بالجوينت دوت. انا ايه اللي دخلني سيفل؟ انا واحد بحب اللاندسكيب ونفسي اعمل مباني انتجريتد مع الطبيعه ويكون ليها جيومتري واضحه. ده مبنى الفولينج ووتر، بيقولوا ان هو عمل المبنى ده هو في ساعتين بس. ساعتين؟ هو حد عالي يا دكتور هيصدق الكلام ده؟ هو ينفع المبنى يبقى طاير كده من غير كولومز؟ هو بس شكله بيقول لك ان هو طاير كده، بس الحقيقه ان هو مدروس الاستراكشر سيستم بتاعه كويس، ودول مجرد كانتليفرز طالعين يدوا الايحاء دهوت. بعد ما اتكلمنا باستفاضه على الاثنين المعماريين، احب افرجكم على مشاهد مصوره لفرانك فيرنس وفرانك رايت.
كنت عايز اعمل لايف ستايل يبسط الناس كده وهي عايشه في المباني نفسها. بس لايف ستايل يبسط المباني؟ لا يبسط الناس. بس بقى عمار على كده. انا جاي امثل عشان كده. اصحى يا مايل بقى. بسرعه يا ابوي. نقول ان حياته كانت زي كومبليت اوبزيت من حياته الشتوي. هنتكلم عن مشاريعهم ونبزع عن حياته. نبزع؟ ده كمان ده كمان المبنى ده هوت. لا ما ينفعش اقول كده. ايه ده هوت دي اصلا هتصور. ده هوت. اتكلم اعمل اي حاجه. نصور. اصحى يا مايل. يا ابني استنى. يعني عايزك تبقى طب يا دكتور. حاضر يا عم حاضر. عارف السؤال ايه؟ السؤال هو ينفع المبنى الهوي يبقى طيار على الهوي كده؟ اتشغل ايه؟ هو انت فصلته ولا ايه؟